السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم غتشوفوا معايا شباكية ديال السبولة، كتجي اقتصادية وكتجي مزيونة بزاف. غادي نحتاجو حتى المقادير ديالها، ما فيهاش شي مكونات يعني بزاف. أول مرحلة عندي هنايا نص سيترو ديال الحليب، وعندي 4 كيلو ديال الزبدة ديال التورق، تقدروا المهم اي زبده ديال التورق نباتيه. عندي 250 غرام ونص سيترو ديال الحليب. غادي نعمل هادو فوق البوطه، نسخن شويه الحليب ونذوب هاد الزبده، يعني ماشي غتذوب مره ولكن يبقى يدخل شويه ديال يعني ترجع رطبه. صافي هي بعد ما دابت، ماشي دابت، المهم بدات كتذوب شويه بحال هيدا، ديك الساعه غنكمل عليها في القصعه غير باش تجيني سهله. عندي هنايا غادي نحتاج، عندي هذا كاس صغير ديال اتاي الزنجلان محمر ومطحون بحال هيدا، وعندي هنايا واحد شويه ديال الملح. غادي نحتاج واحد جوج معالق ديال الخل، غادي نحتاج جوج ملاعق ديال لافاني، وعندي هنايا واحد الخميره من فئه 20 غرام. نتوما اللي ما متوفرش عليها غادي نستخدم 3 ديال 7 غرام او 8 غرام. دابا غادي وبطبيعه الحال غادي نحتاج دقيق او طحين ابيض. دابا عندي هنايا واحد شويه ديال الملح، عندي الملح الزنجلة المطحون، غنزيد جوج ملاعق او معالق ديال الخل، غنعمل لافاني. حتى بودرة الا كانت عندكم لافاني بودرة تقدروا تستخدموها او صاشيات. بسم الله، علاش هنا عملت الخل؟ الخل هو اللي غادي يخرج لي هاد النكهات اللي استعملت ديال الزنجلان وديال لاباني. غادي نخوي هذا، بسم الله، هنا الطحين ديال الحلويات هذا مغربل. يعني غادي نجمع هاد الخليط بالطحين، غادي نزيد فوقو هاد الخميره ديال الحلوى. غادي نبدا نعجن اولا نجمع، بسم الله، كلشي مع بعضيته. غنبقى نجمع في العجينه وانا نزيد في الطحين حتى نحصل على واحد العجينه كتكون قاصحه باش كتجي شباكيه او لا السبوله كتجي هشيشه. هنا باقي غنزيد الطحين، كتشوفها باقا خفيفه.
بحال هيدا وباقي السطحين. دابا اش كنعمل لك؟ انا عملنا بحال هيدا، كنفتح العجينه ونرش الطحين. دابا بحال هيدا صافي، بارك عليها من الطحين، كتشوفوها كيفاش رجعت قاصحه. دابا غير غادي ندلكها غير شويه، باش نتاكد بان ديك الطحين اللي كنت كنرش وسط منها من الداخل يعني تخلط مع العجينه، ما بقاش في الطحين. صافي غنخليها ترتاح، غنلويها في السيلوفان وغنخليها ترتاح شويه. صافي ها هي العجينه بعد ما ارتاحت، نحيد لها الميكا. دابا غادي نقسمها، انا ديما كنستخدم هذا الموس بلاستيكي باش تلا كانت شي حاجه ديال الخشب ما كتجرحش. صافي غادي نردها في القسعه، غنغطيها ببلاستيكه. صافي دابا هادو غنبدا بهم. صافي دابا غادي ندوزها في الماكينه. هذا غير كنرشم به باش كيجوني قد قد. نعمل ثلاثة فوق بعضيتهم،
كنقلبهم هيدا صافي، كنزله في اللاطه. كاين الشكل الاخر، بحال هيدا قنتلهم هذا هيدا. غنستمر بحال هيدا تنكمل العجينة اللي عندي، ومن بعد نشوفو المرحلة ديال القلي. هاهي الشباكية بعد ما شكلتها خرجت لي هاد الكمية وهاد اللاطة هادي ولاطة أخرى هاهي وهاد الصينية. زيت سخونة، غادي نجيب الشباكية ديالي وغادي نعم لا تقلع بحال هيدا. غادي نجيب الصينية دابا غنهزها في يدي وغادي نحطها حتى يعمل المقلة. صافي، هي هذه المعسله او الشباكيه ديال السبوله. الشكل اللي حصلت عليه والكميه اللي حصلت عليها هي هذه، كتشوفوها معايا كتجي واحد الشكل الغزال، وحتى العسل ها هو كيفاش كيجي، كيجي كيلمع. انا غادي نحطكم فيديو على العسل. ها هي شو كيفاش كتجي، كتجي مورقه. طيبة كاملة ها، واحد المذاق كيجي غزال كما شفتوها معايا. انا ما عملتش فيها المزهر، اكتفيت فقط غير بديك الكاس الصغير ديال الزنجلة المطحون والنكهة ديال لافاني صافي، باش كي نعملو واحد الشكل مختلف على الشباكية اللي كنعرفو اللي فيها حبة حلاوة والنافع وبزاف ديال القوام والقرفة. هذه كتجي خفيفة في المذاق. صافي، هي دي الوصفة اللي حصلت عليها. نتمنى يا ربي تجربوها وتعجبكم، ومع السلامة في فيديو مقبل إن شاء الله.